النهارده احنا في الغردقه بنحتفل باليوم العالمي للبيئه بالتعاون ما بين مؤسسه شباب بتحب مصر والامم المتحده للبيئه مكتب افريقيا وتحت رعايه السيد لواء احمد عبد الله محافظ البحر الاحمر. احنا موجودين النهارده بمشاركه 45 متطوع ومتطوعه من اعضاء المؤسسه. الهدف بتاعنا جمع المخلفات البلاستيكيه، وكان عندنا هدف اختيار الشاطئ العام، هو ده مكان بيتجمع فيه السكان البسطاء، نقدر نساعدهم ان المكان يبقى مؤهل وكويس والكلام ده كله. اتجمعنا النهارده والمؤسسه بتحتفل في 6 محافظات وهي القاهره والاسماعيليه والفيوم والاسكندريه الى جانب البحر الاحمر وجنوب سيناء. كل الفعاليات دي بالتزامن مع احتفال الامم المتحده بالبيئه باليوم العالمي للبيئه. هدفنا النهارده ان احنا نوصل رساله للحد من استخدام البلاستيك. بنقول للناس وقفوا استخدام البلاستيك، البلاستيك بيضر بالبيئه المحيطه بينا، بيأثر على التنوع البيولوجي. احنا اخترنا الغردقه لان الغردقه من اهم المدن السياحيه، واللي احنا حريصين ان في المستقبل يكون عندنا شغل كتير في المحافظه. ناس كتير بتسالنا احنا ليه مش اشتغلنا السنه دي مع وزاره البيئه، رغم ان كل سنه بنشتغل مع الوزاره. الوزاره بيتنا الكبير اللي اتعلمنا فيه وخرجنا منه، لكن السنه دي الحمد لله احنا بنحظى بدعم الامم المتحده بصفتنا عضو مراقب لديهم، فبالتالي قلنا ندي فرصه للجمعيات الاخرى ان هي تشتغل مع وزاره البيئه في الفعاليات الرسميه، وفضلنا ان احنا ننتشر في 6 محافظات في وقت واحد. نقول للناس ان احنا مستعدين وان احنا بنرد الجميل لكل الجهات اللي تعاونت معانا على مدار السنين اللي فاتت. نقول ان احنا على الطريق وان احنا هنكمل، وان المتطوعين بتوعنا منتشرين في كل مكان. احنا بيشارك معانا اكتر من 230 متطوع متطوعه النهارده من مختلف المحافظات.